متعلق بما يحدث من صراع قوي للغاية في الأراضي الإثيوبية بين جبهة التحرير التجري والجيش الإثيوبي تحت قيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، والذي أعلن عن نزوله لجبهات القتال وتفويض نائبه للقيام بالمهام الرئاسية، مشيرا إلى أنه سيشارك الجنود والضباط القتال وسيذهب إلى مواقع الاشتباك، قائلا بأن إثيوبيا الآن على المحك وأن هناك محاولات استعمارية تحاول استعمار القارة الإفريقية من جديد، على حد قول أبي أحمد الذي أذاق المصريين والإثيوبيين مرارة القلق من سد النهضة هذا الذي يقوم ببنائه في محاولة لتقليص حصة مصر والسودان من المياه، وأن الدولة الإثيوبية تمثل خطرا داهما وكبيرا على دولتي المصب مصر والسودان، لكن الآن إثيوبيا على المحك. جبهة التحرير التجري نشرت صور وفيديوهات قوية للغاية لأسر آلاف من الجنود التابعين للجيش الإثيوبي، خرجوا في تلك الصورة أمام حضراتكم ليقولوا لأبي أحمد بضرورة وقف القتال ووقف تلك الحرب. طبعا جبهة التحرير التجري تقاتل هي وأيضا فصائل وكتائب أخرى ضد الجيش الإثيوبي، وترى بأنها تتعرض لانتهاكات قوية للغاية على يد أبي أحمد وعلى يد الجيش الإثيوبي، وأنها الآن تحقق انتصارات قوية تحصل على مدن مجاورة للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. المحللون يشيرون إلى أنهم الآن في القريب العاجل سيكونون على أبواب أديس أبابا، سيحصلون على أديس أبابا إذا ما استمرت المعارك على هذا المنوال. تقدم كبير وقوي للغاية، صورة جعلت هناك حديث قوية على وسائل الإعلام العالمية. أمام حضراتكم كل هؤلاء قالت عنهم جبهة التحرير التجري بأنهم أسرى الجيش الإثيوبي لدى جبهة التحرير التجري، وخرجوا في مسيرة حاشدة ليطالبوا أبي أحمد والجيش الإثيوبي بوقف القتال وإنهاء تلك الحرب. جبهة التحرير التجري تقول بأنها مصممة على الانتصار. طبعا حكومة أديس أبابا أشارت لأن هناك دعم مصري لجبهة التحرير التجري، وأشاروا أيضا إلى حصول هؤلاء على أسلحة من الممكن أن تكون مصر قد دعمتهم بها، ولكن من الواضح أن أديس أبابا الآن الوضع بها مشتعل. وطبعا بعد أزمة سد النهضة كثير جدا من أبناء الشعب المصري والسوداني وكل الأمة العربية يريدون رحيل أبي أحمد